السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المسيح الدجال، وعنوان الحلقة عن كشف الظهور الثاني للمسيح الدجال والدجل الأكبر العالمي ووسائل الإعلام. تقول شو هالعنوان هذا؟ أنا نزلت كشف الظهور الرابع، وأنا بنزل هم أربع ظهورات الدجال، بظهر في أصفهان، وبظهر في خراسان، وبظهر في العراق، وبظهر في خل ما بين الشام والعراق. فأنا اللي سويته الشريط اللي مضى ظهور المسيح الدجال في خل ما بين الشام والعراق. هسا بدي أجيب الظهور إيش اللي هي الدجل الأكبر العالمي، وسائل الإعلام اللي بتؤدي إلى إيش؟ الظهور المسيح الدجال في خراسان اللي هي إيش؟ أفغانستان. المهم أحباب الله، بتتذكروا 11/9/2001 ضرب البرجين اللي كان في أمريكا، واتهموا فيها المسلمين وحكوا القاعدة وراها وضرب اطرح، والناس إيش؟ وسائل الإعلام ضجة كبرى صارت في العالم. جورج بوش الابن كان موجود، رجل ما بفقه في السياسي ولا في اي موضوع، انسان حرام يكون هذا اي وظيفه، مش لازم يشغلوه اي وظيفه. خلوه رئيس اعظم دوله في العالم بالقوه العسكريه والاقتصاديه، واستغلوا سلاحهم الاعظم اللي هو ايش؟ بسموها الطابور الخامس ولا أبصر إيش، اللي هي الميديا، وسائل الإعلانات والاتصالات، التلفزيونات والمحطات الفضائية. خلوا القضية إنه المسلمين هاجموا أمريكا، أعلنوا الحرب على إيش؟ على المسلمين. هم بخططوا من زمان كيف بدهم يدخلوا على العراق ويدمروها، ويدخلوا على أفغانستان ويدمروها، لأنهم عارفين إنه من خلال أفغانستان رايح تظهر الرايات السود، ورايح يطلع أنصار المهدي من العراق. وبسبب العراق هم شو فكروا؟ إنه المهدي رايح يخرج من العراق، فبقولوا إحنا ندمر العراق معناته إيش؟ ضعفنا المهدي عند الخروج. وكما ترون لحد الآن من سنة 91 لليوم والعراق مدمرة. والشغل الثاني أفغانستان، شافوا أنه في دولة إسلامية تقام غاد وبيسووا خلافة، شافوها خطر وعارفين، وعندهم ناس بيشتغلوا أنهم يدرسوا كتب القرآن، وعندهم معلومات عن الأحاديث، وبتلاقيهم بيدخلوا في جواسيس بيساعدوهم وخوني، زائد أنه عندهم علامات الساعة ونهاية آخر الزمان من الكتب التوراة والإنجيل، فجامعين كل العلوم وبيخططوا لمئات السنوات والعرب غافلين. فلبسوا العرب والمسلمين قضية 11/9، وأنا بشهد الله شهادة أمام الله إنه ما في مسلم أو دولة إسلامية أو أي مجموعة إرهابية زي ما بيقولوا عنهم إنهم دخل في الجرف في العراق في أمريكا 11/9. حتى كثير منهم الأمريكان هسه بلشوا يحكوا ويقولوا مستحيل العرب يكونوا مسلمين يسووها. هاي الدجل الأعظم قومت الأرض كليات على المسلمين، حتى الدول الإسلامية قومت على المسلمين اللي فيها من الخوف والرعب، لما انضربت أمريكا اهتزت الأرض، وصار يقول أمريكا بلنا نأخذ حقوقنا، بلنا الثارات اللي عارف وين. هم عارفين انه العرب والمسلمين ما هم مش دخل، ما عندهم الطاقة، ما اقول امريكا خشوا طيارات وزي هيك وعندهم معلومات وما عندهم كل الاسلحة يوقفوا اي هجوم بده يخش عليهم. يعني قاعدين بحسبوا الناس على الفكر، بلقطوه قبل ما نسوي الشغلة، وبكون الزلمة ما له ولا قضية، بلبسوا قضية لانه شاكين في امره.
بس لأنه ملتزم في الدين وبحب الدين وبحب الإسلام. والناس البشر واللي ما عندها العقول صدقت إنه القاعدة سوتها والمسلمين وراها وإرهابية، وطلعت كلمة الإرهاب من يومين إلى اليوم، وأي واحد من الدول الغربية وكذا وخبا إرهابي بخربوا بيته، مع إنه 99.9% منهم مظلومين، إذا مش 100%. فأحبابي الله، شو معنى دجل؟ تلبس الأمر على الناس، تخلي الواحد إيش؟ تخليه يتوجه على شيء، تخليه يشوف شيء وهو بالصحيح. قديش سووها الدول هاي اللي بسموها دول عظمى وهي زغرة بالأخلاق. هون بلشت إيش نواياهم وتكشير أسنانهم ومخالبهم ضد إيش أمة الإسلام. عشان يا أحباب الله، بسورة البقرة 9 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هسا هم يخادعوا الله، ما الله سبحانه وتعالى ما أحد بده يخدعوا، بس هم بحاولوا حتى يخادعوا رب العالمين والذين آمنوا، يعني بيخدعوا الذين آمنوا وخدعوهم. وكثير من الناس ظنوا إنه إيش المسلمين سووها، وأي واحد ظن في الشغل هذا معناته هذا الزلم وقع في خطأهم. بس وما يخدعون أنفسهم وما يشعرون، لسه الصبر، الله راح يكشف. وراكم كثير من العلماء ومن الناس عندهم في أمريكا ذاتها وفي أوروبا وفي دول العالم قاعدين يقولوا والله اللي صار في 11/9 المسلمين ما لهم ذنب فيها، مع أن ذبحوا الملايين الملايين وظلموا الملايين الملايين بدون ذنب، بس لأنه بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحبوا يلتزموا في دينهم. إحنا شو لنا في أمريكا نروح نحاربها؟ شو إمكانياتنا مشان نحارب أمريكا؟ ما عندنا الإمكانيات، ولا حتى إن الهدف نحاربها. هم المعتدين، هم اللي بتدخلوا في شؤوننا. ما عمر يعني الواحد قديش في مسلم عايش في أمريكا أو في أوروبا أو في أي بلد، هل تدخل المسلمين في حياتهم وحكى لهم ما بصيرتم شيك أو تسووا هيك وتعملوا هيك؟ بدهم يخلوا العالم، وقفوا العالم، كل النصارى واليهود وكل شعوب الأرض كوموهم وجمعوهم ضد المساكين الفقراء المستضعفين في القرن 21 والقرن 20. اتقوا الله. أنا بخاطب الناس اللي عندها عقول ترجع لعقلها وتطلع على الدين وتفهم دينها مشان تعرف الخدعة الكبرى والدجل الأكبر العالمي، وكيف وسائل الإعلام بتخلي لك الشغلة تكون أنت صاحب حق بصير أنت المحبوب والظالم بصير هو المظلوم. قلت لي يا أحباب الله، الخدعة راح ترجع عليهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فما هي الكافرون أم لهم رويدا. رايح الله، هم بكيدوا بس الكيد تبعهم راح يضرهم، والكيد اللي الله بكيده إلنا راح يكون في مصلحتنا، زي ما كاد لسيدنا يوسف عليه السلام رب العالمين. والشيطان وإخوانه كادوا إله على أساس يذلوه يصغروه يقتلوه. رب العالمين كيدوا إلى سيدنا يوسف خلاه يرتفع وخلاه ملك حكيم وعظيم، وسلطانه صار الملك مصر ما يعمل شيء إلا مشورة سيدنا يوسف عليه السلام. عشان يا أحباب الله، سورة الأعراف 45 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذول اللي سووا العمليات هاي الغبية واللي قاعدين بيسووها ما زالوا، شو قصدهم من الأعمال هاي؟ بدهم يصدوا عن سبيل الله، بدهم مش ناس يعني بالله، بدهم نصير إحنا زيهم نكفر زي ما كفروا. أنت يا أحباب الله، عشان هيك بصدوا عن سبيل الله وبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. لأنه المؤمن بالآخرة بعرف إنه في حساب، في جنة ونار، في ثواب وفي عقاب. هذول لا، هذول هم عايشين الحياة الدنيا، هذا مبلغهم من العلم، عبدوا إبليس وطاعوا وهم الغاوون. سورة آل عمران 99 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أهل الكتاب من النصارى واليهود، لما تصدون عن سبيل الله من آمن
تريدكمش الناس تآمن بالله، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. قلت عليه أحباب بالله يا ويلهم هذول المجرمين من النصارى واليهود. سورة البقرة، البقرة 98 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذولا اللي بيسووا الأعمال هاي في أي بلد من البلدان، مش بشرط أمريكا أو أوروبا، حتى البلاد الإسلامية، سببهم أنهم بعادوا الله رب العالمين، الله، وبعادوا ملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هسا عند اليهود بكرهوا جبريل عليه السلام، لأنه ما إجا الرسالة بدل ما يوديها لواحد من بني إسرائيل وداها لمين؟ الناموس الأعظم اللي إجا على سيدنا موسى، إجا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بكرهوا جبريل عليه السلام. والنصارى ما بيحبوا كمان جبريل، لأنه إيش عندهم؟ يعني التثليث هاي اللي عندهم، أنا حتى والله ما بحبش أحكيها، لأن لا إله إلا هو. بقول لك إنه إيش؟ هو الله وابن الله. طب كيف لما يجي ملاك وينفخ فيه الروح كيف يكون ابن الله؟ بكون مخلوق زي مين؟ زي آدم عليه السلام، كما وصف رب العالمين. فهمت علي يا أحبابي؟ فبعادوا ميكائيل وجبريل وبعادوا الله وبعادوا الملائكة، وصفوهم بالأنثى، يعني حطوهم إنهم إيش؟ كأنهم شاهدوا خلقهم. هذولا أعداء الله. سورة النساء 76 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أحباب بالله، الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هاي حرب النور وحرب الظلمات، حرب إبليس وحرب المؤمنين بالله، لأنه حاشا أن تحط الله مع إبليس، إبليس عبد دليل، بس حرب النور مع الظلمات. اللي بتتبعوا إبليس بدهم مش الديانة، لأن النصرانية تكون موجودة، عشان هيك دمروا النصرانية وخلوها ديانة منسوخة ومزورة. ونفس الشغلة دمروا الديانة اليهودية، وليش الله سبحانه وتعالى أرسل الدين الإسلامي للناس كافة؟ لو الناس متبعين الدين الحق مش بحاجة يبعث رسول له، خلاص بعث سيدنا موسى عليه السلام لبني إسرائيل، كان بحاجة يبعث كتاب جديد، لأنه مزور التوراة جاب الإنجيل. لما زور الإنجيل والتوراة وشان صير الرسالة شاملة للإنس والجن، بعث الرسالة الخاتمة. ما في رسالة، في رسول بس ما في رسالة. الرسالة بتقول على الله القرآن الكريم لن يبدل ولن يغير ولن يأتي كتاب بعده، وأي واحد بحكي الكلام هذا بكون كفر بما أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عشان يا أحباب الله، المؤمنين بقاتلوا في سبيل الله بس، مش في سبيل الوطن ولا في سبيل قبلية ولا في سبيل نفسه. المؤمن بيغضب لله وبرضى لله، حتى لو مرات خسر برضى. أما اللي بقاتلوا في سبيل الطاغوت، من الطاغوت؟ من كلمة طغى طاغية، الطاغية هو الحاكم الذي يحكم عكس ما أمر الله سبحانه، زي فرعون. فرعون إنه طغى، اذهب لفرعون إنه طغى. طغى طغى عن إيش؟ أمر الله. الطاغية بقول لك عن الحاكم لما تصب الحاكم، أما أعمال الحاكم بقول لك طغى. والطاغية جمع طواغيت. فعشان إيش على عصرنا ما قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغية، حكى الطاغوت، لأن الطاغوت جمع طاغية. يعني احنا في عصر اكثر الحكام طاغية، فصاروا الطاغوت فقاتلوا، لأنهم ليش الطاغوت اللي هم الطاغية اولياء لمين؟ لله، لا الشيطان. بدهم يحكموا الارض علمانية او بأنظمة تخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان هيك عندنا كيد الشيطان كان ضعيفة. نهاية الامر كيدهم راح يرجع لنحرهم. سورة الأعراف 27 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم ليفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، الجنة ينزع عنهما لباسهما ليغيهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم
إن جعلنا الشياطين أولياء الذين يؤمنون. كما تعلم أحباب الله، أمريكا هي الدولة القائدة للكرة الأرضية هسا، وكل الدول تابعتها أو أكثر الدول تابعتها. هسا صارت الدول تطلع عنها، بالماضي ما كان يسترجي، لما صارت 11-9 ولا واحد فتح نفس، لما قال إما معي ولا ضدي، ولا في دولة عربية أو إسلامية أو غير إسلامية إلا قالت إيش نصرت أمريكا على الباطل. أحباب بالله، صاحب البرجين واحد يهودي واحد صهيوني، حط عليهم تأمين مبلغ عالي جدا، ما بعرف بالضبط بس بالمليارات. وكان عدد اليهود اللي بيتوظفوا غاب يدمروا على أعمالهم في اليوم اللي انفجرت فيه العمارتين، ما راح يعني 99% من اليهود ما راحوا. كان في الطوابق السفلى من العمارة ذهب بقيمة 780 مليار دولار ويزيد، يعني الرقم المحدد مش معي بس 700 مليار وشوي. لما اندمرت العمارتين اجوا، لما حفروا قاموا الانقاض طلعوا لقوا ذهب حوالي 40-50 مليون دولار بس. طب الذهب بذوب بس ما بروح، ما بتبخر، بصير سائل. طب وين راح الذهب هذا؟ احضروا الأشرطة من ناس علماء ومشهورين في امريكا نزلوا الحكي هذا. انا بلاحظ يعني بحب اعرف شو بصير في العالم. طب ليش اليهود ما راحوا على الشغل في اليوم هذا؟ عمارتين تدمروا وتحطموا ولاقوا جواز سفر لواحد ما فيش عليه اشي وانه مسلم، طيارة مهما كان حجمها تقدر تسقط عمارة 110 طوابق ناطح السحاب. استعملوا عقولكم. الانفجار اللي صار انفجار من الاسفل لاعلى، مش من الاعلى لاسفل. ارجعوا شوفوا بالأشرطة قديش في ناس كانوا يجي يخشوا ناس وحطوا متفجرات في العمارة ومنعوا الناس يدخلوا تحت في الأساسات وطلعوا فوق. صار واسمعوا الناس اللي سمعوا أول ما صارت الانفجارات، سمعوا أصوات انفجارات، مش انفجار واحد، ضرب الطيارة، انفجارات لا تعد ولا تحصى. غير هيك يعني كان واحد قاعد غاد ومعاه كاميرا فيديو وبصور في الوقت المناسب. الكاميرات اللي صورت كاميرات موجودة على عمارات، مش ناس اللي صوروها. المنطقة اللي هي فيها الانفجارات كل العالم في هاليوم هذا اللي صار في الانفجار، المخابرات الأمريكية من قبلها بحوالي 6 أشهر وبيجيها إنذارات من إسرائيل بتقول لهم إيش رايح يصير عملية في نيويورك، عملية في نيويورك. طبعا عندهم علم 6 أشهر رايح يصير عملية، ليش ما سووا احتياطات؟ طب وين الركاب؟ وين جثة الركاب؟ لما انفجرت الطيارة وين جثتهم؟ ليش ما طلعوا جثتهم ورجعوها للناس؟ ليش سووا عليها إطار ومنعوا أي واحد يخش يشوف الأنقاض؟ أحباب بالله القضية واضحة، ناس معدودة على أصابع بخططوا، اللي هي الماسونية مع الصهيونية مع الليموناتي المتنورين بخططوا شو بدهم يسووا لبعيد. بس لهم أهداف، بلغوا عقل الواحد عن شيء بيوجهوه لشيء مشان إيش ما تركز على أمور أخرى. فإحنا من يومين تال اليوم ويا إرهاب ومع إرهاب، شوف شو صار في البلاد العربية وغيرها وغيرها. مين اللي بيخلي الناس بالتعري؟ شواطئ تعري، الرجال تتزوج النساء والنساء تتزوج النساء، محلات تعري بيستعبدوا المرأة، صارت المرأة سلعة عندهم، بروح على أندية بصير النساء تتعرق قدام المزار ولا لابس إشي، والناس قاعدين بيسكروا وبيخمروا. الزنا واللواط والقمار صار خلت العالم كلها تتمنى تعيش في بلاد الغرب، خصوصا أمريكا. اللي بده ينجح في الدنيا بروح على أمريكا، اللي بده المال بروح على أمريكا، اللي بده الشهرة بروح على أمريكا. صار الواحد يصحى يتمنى يكون مطرب أو رقاص أو ممثل
او لاعب فطبول او لاعب باسكتبول بطل واحد يتمنى يصير رجل دين، بطل واحد يتمنى يصير ايش جندي في سبيل الله في الجيش مثلا، كلها صارت تتمنى الخروج للغرب. وشوفوا قديش في ناس راحوا على الغرب وخسروا دينهم ودنياهم. شواطئ تعري، اماكن فيها تعري، ممنوع تخش فيها العيلة كاملة، الرجل وزوجته وولاده، الختيار والصغير عمره 80 سنة كل جسمه مجعلك بتلاقي ايش ماشي في هذا، ولا حياء ولا خجل. حرب على الدين، مش الدين الإسلامي بس، كل دين جاي من عند رب العالمين بحاربه. بدهم مش ديانات من مرة على الأرض، بدهم عبادة الشيطان، تنفيذ المتع والشهوات. عشان هيك إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. سورة الأنفال 73 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. المسلمين مش أولياء لبعضهم البعض. أي مسلم دولة مسلمة تنهار، قرية حتى أفراد بصير مشاكل، كل واحد بتخلى عنه، ما في وحدة، ما في محبة، ما في صفاء. عشان هيك صارت فتنة وفساد في الأرض. سورة الروم 41 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله اللي ينزل أنا بعرفكيك وياه أتذكروا كلامي هاي السنة، من هاي السنة للسنوات الجاية، كيف صار في البلاد العربية رايح يصير في بلاد الغرب، رايح يصير الفيضانات والطوفانات، وراح يصير عندهم الزلازل والأعاصير والرياح وسونامي، ورايح يصير الحروب الأهلية، ورايح يصير إيش جرائم القتل تزيد والاغتصابات والدمار الاقتصادي. تذكروا كلامي، أنا ما كنت في الأردن بال 2010 حكيت للناس أنا تارك الأردن وأنا عارف راح يشوفوا ويلات، والله ما على ما أقول وكيل، أنا ما كنت أعرف راح يصير، بس أنا عرفت إنه من القرآن الكريم البلاد العربية راح تكره أول. قلت لهم اتذكروا كلامي إنه البلاد العربية أكثرتها راح يصير فيها مصائب وفتن. وجيت ما وصلت، قعدت أكمل شهر، بلشت إيش التونسي حرق حاله وبلشت مصر وتنتقل من بلد لبلد. وأنا هسه بحكي لكم من رؤية القرآن والأحداث اللي في الأرض، عذاب الله راح ينزل على إيش الأرض كاملة، خصوصا على سقوطهم على بصير في بورما وسوريا والبلاد العربية والمستضعفين في الأرض. عشان يخبر خاطب كل واحد شريف، إن كان نصراني يهودي مسلم بوذي هندوسي، اصلحوا أنفسكم، لا تخطروا الفساد في الأرض، لا تحبوا سفك الدماء، لأن العذاب جاي. العذاب جاي، ما في مجال إنه تقول مثلا ما في راح يصير دمار في الأرض، لا راح يصير دمار، وراح الناس تعض أصابعها ندم، بس بعد فوات الأول. اللي هسه قادر يلحق يلحق قبل ما تصير المصايب يلحق، لأنه إما أن تأتيهم الساعة بغتة وإما أن تأتيهم ساعتهم، بتعرف ساعتهم كل واحد كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنك ميت ما بعرف تروح تجيبه، فلا يستنى الموت يجي بغتة وما يتوب لرب العالمين. الأصول إحنا نبتعد عن كل حرام رب العالمين ذكره في كتابه ورسول حكى عنه صلى الله عليه وسلم، نكون من المتقين وما نتشبه فيهم لا في أكلهم ولا في عاداتهم ولا في تقاليدهم. التزموا، أنت مسلم يا أخي، جنسيتك وطنيتك الإسلام ولا أكل الإسلام. بتعرف هو المسلمين ولا هم الإسلام؟ والله لا أسلم أهل الأرض جميعا أو أكثرتهم، بس لما يشوفونا هيك زيهم إحنا ما فيش فرق بيننا بينهم. هم ما بقول لك أحرار وديمقراطية، إحنا بنقول مسلمين بس نسوي أعمال أوسخ من أعمالهم. وصلونا ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم عن دينكم من بعد ما تبين لهم الحق، بدهم إيانا نصير زيهم. نجحوا كثير، نجحوا أسرع ما بصير برنامج مسابقات عندهم اللي احنا قاعدين بنقلد فيه، كل الارض مش بس العرب. امريكان ايدول صار عرب ايدول،
ستار اكاديمي صار عرب ستار اكاديمي في البلاد كل بلد تسوي ايش نفس الشغله. دابا قص لوزر يعني بكون ناصحين بنفس العالم الخاسر الاكبر فش شغله. مين سيربح المليون صار نفس الشغله والله ما بيدخلوا الجحر الا ندخل الجحر زينا زيهم. عشان يا احباب بالله ظهر الفساد في كل شيء في البر والبحر. اطلع في البر الشجر تقطع الحيوانات تقرضت المياه تلوثت المعدن اللي بيشربها الانهر تلوثت البحار الاسماك فسعت كله لانهم بدهم يقيموا مملكتهم مملكه الشيطان. انت علي احباب بالله فسووا الخدعه العظمى هاي مشان يجي الظهور الظهور الثاني اللي احتلال افغانستان وظهورهم ايش الثالث اللي هو احتلال مين احتلال الاول اللي هو احتلال افغانستان الظهور الاول وروح يحتلوا ايش العراق وثم تم امره. بس هم مش عارفين انه بالاسباب هاي راح ايش تغربل الامه الاسلاميه ويظهروا فيها رجال على ايدهم باذن الله النصر. والله شوف الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. عشان انك احباب الله في سوره غافر 26 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. شوف عقليه فرعون جاء رسول من عند الله خليني اقتله انا شو خايف عليكم خايف يبدل دينكم وهم خايفين يبدلوا دينهم الديمقراطيه العلمانيه الماسونيه الصهيونيه المتنورين او ان يظهر في الارض الفساد. معقول ناس بدهم يصلحوا في الارض؟ هاي الدجل قلبوا الصور كيف فرعون شاف بنظره انه هذول موسى وجماعته عليه السلام بده يبدل دينهم اللي هو الدين الباطل وبنسبه بالنسبه لفرعون لا الدين الحق. الدين الحق اللي فرعون يقول لك انا ربكم الاعلى. هذا الدجل يا ناس. لا تستنوا انسان يكون دجال تقولوا هذا الاعور الدجال. نظام كامل شامل من ناحية اقتصادية اجتماعية دينية ثقافية فهمت علي؟ عشان هيك بقول لك أول يظهر الأرض الفساد، هسا سيدنا موسى جاي يظهر الأرض الفساد عليه السلام وجاي للإصلاح من المصلحين الأنبياء المرسلين. سورة الفجر 12 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأكثروا فيها الفساد. أي في فساد أكثر من هيك. سورة فاطر 6 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن الشيطان له حزب وهو عدو كل واحد مؤمن مسلم حتى الإنسان لو حتى بدون ديانة بأخذ الشيطان عدو. ليش؟ لأنه بقول لك أقتل اسفك الدماء افسد عق والدين. في ناس ما بيؤمنوش بالله سبحانه وتعالى ملحدين بس عندهم إنسانية عطف على البيئة عطف على الحيوانات بده يكون غصبا عنه بده يكون عدو لابليس. بس هو هنا الشيطان لكم عدو لبني ادم فاتخذوه عدوا لما قال لادم الاول من الجنه هذا عدو قبل ما ياكل الشجره فهو عدو لبني ادم ان كان نصراني يهودي مسيحي يهودي علماني. بدوش ما بكفي انه دخل النار لا بده الفساد وسفك الدماء وفهمت علي؟ عشان يا احباب الله سورة المجادلة 19 مجادلة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هو الخاسرون. هدفهم الأعظم هم مشان تدمير الإسلام يخلونا ننسى القرآن الكريم ذكر الله. الذين كفروا بالذكر بعد جاءهم وإنما كتاب عزيز. الذكر كتاب
هند نحن ونزلنا الذكر وأنا له لحافظون. أعتذر أحباب الله، يمكن لسان ثقيل شوية، أنا في طاحونتي توجعني وأخذ أدوية مسكنة لا الصبح عشان أخلع الضرس اللي واجعني، طاحون العقل اللي هو وعشان أكثر ممكن لسان ثقيل شوية بعض الأخطاء. فالمهم هدف الشيطان الأكبر ينسينا كتاب الله، لأنه هو الهداية فيه. فإذا نسينا صرنا في ظلمات، ظلمات مش راحين نخرج منها. وعشان أحباب الله، ليش اللي ينفذ من فكرة المسيح الدجال يمسك يقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف، أو في أقوال أخرى آخر 10 آيات، وإيش محبب إنه يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ شو السبب؟ لأنه أول آية فيها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعمة الله نعمة الكتاب القرآن، هاي أعظم سر. تمسك في القرآن المسيح الدجال لن يضرك، تعالي يا حبيب الله. عشان هيك هدف الشيطان الأعظم يخلينا ننسي، ننسى ذكر الله، ننسى القرآن. وعشان هيك بيعتمد على إيش؟ إن الخمرة والميسر والأسلام والأزلام والأنصاب رسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريدوا أن يوقع بينكم، إنما الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هدفه استعمل الخمر والميسر مشان يحط العداوة والبغضاء بين المسلمين والمؤمنين، ومشان يلهينا عن الصلاة وعن ذكر الله اللي هو القرآن الكريم. هاي أسلحة إبليس مشان يدمر الإسلام، ونجح كثيرا في تدميره، بس مش راح يدمره كله، لأنه إيش؟ لسه في ناس متمسكين في كتاب الله، متمسكين في الصلاة وما بنسوا الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والأخير فأنساهم ذكر الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شو هدف الشيطان الأعظم الأكبر؟ ابعدنا عن القرآن. عشان هيك المهدي بس يظهر هو الرسول اللي قال، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هسا سورة البقرة 257 حكيت عنها بس ما بينها أفضل. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إحنا كمؤمنين كمسلمين ولينا الله، بنوالي رب العالمين، نعم المولى ونعم النصير. عشان هيك الله يخرجنا من الظلمات إلى النور. طب كيف إحنا بنخرج من الظلمات إلى النور؟ بالقرآن. بالقرآن الشيء الوحيد اللي بيخرجك من ظلمات النور هو القرآن الكريم، والله من دونه إلا نضلك ظلمات. عشان هيك كيف بدك تكون ولي لله وتخرج من ظلمات النور إذا ما تتمسك في كتاب الله؟ رجعوا تمسكوا في الكتاب. أي واحد ما بقرأ القرآن نصيحة له، القرآن دواء، شفاء، هدى، رحمة، نعمة، قوة، عزة. وأحكي لكم شغلة يا أحباب بالله، أنا لما بلشت في صديق تعرفت عليه بيصلي الصلوات الخمسة وبتبع شغلات كثيرة، بسألته قلت له بتقرأ القرآن؟ حكى لي لا. بقرأ برمضان. قلت له يا زلمة اتق الله، أنت هاجر القرآن؟ بتعرف الأخ لما يزعل مع أخوه يقعد 3 أيام هاجره، بعد 3 أيام لن تقبل عمله ولا صلاته ولا تصبع قروصه، فما بالك اللي بيجر القرآن الكريم؟ طب شو أعمل؟ قلت له يا أخي اقرأ صفحة في اليوم، صفحة اقرأ وما تيسر منه.
والله بلش يقرا الزلمه صفحه بعد حوالي شهرين. قلت له كيف تقرا القران؟ قال كل يوم. قلت له ليش تقرا صفحه؟ قلت له لا حول ولا قوه الا بالله. يا زلمه القران زي ما تروح انت معاك مرض وبعطيك كورس علاج. كورس العلاج هذا مثلا اسبوعين تاخذ مثلا مضادة حيوية حبة ثلاث مرات في اليوم او حبتين الصبح وحبتين في الليل مثلا. بدك اسبوعين مشان بعد الاسبوعين ينفعك الدواء. قلت له القرآن الكريم انا اعطيتك اقل جرعة من العلاج هي راح ايش تفيدك بس مش راح تعالجك. يا اخي زيد خلي الصفحة صفحتين والصفحتين خليهم ثلاثة وزيد حتى تستطيع ما يكون القرآن عليك عبء ولا حمل. والله فعلا صار الزلمة يزيد صفحتين كذا. حباب الله بقول له بطل يترك القرآن. إذا ما قرأ أربع أجزاء خمس أجزاء مرات بقرأ عشر أجزاء بالشغل. بروح على الشغل عنده محل كرفان ببيع فيه تيك أواي فود يعني طعام بباع في المحل كرفان متلقن يعني في الشهر أقل إشي ثلاث ختمات. أنا قلت له لا تقل على حالك أفضل شيء تقرأ جزء في اليوم القرآن تختمه كل 30 يوم وبتداوم عليها. هو حكى الآن قلت له ما هو الواحد بس يكبر بصره بضعف رؤيته ويمكن جسمه يصير عنده مشاغل واحد مرات بالشغل بولاد بالكذا كذا هو عزابك. والحمد لله هو مستمر يعني على القراءة ومتزوج وكذا بس إيش ما بده الواحد يحمل فوق طاقته فقرأ وما تيسر منه. في ناس بقول لك أنا بعرفش أقرأ. قلت لهم يا أخي حط إصبعك افتح القرآن حط إصبعك على الصفحة وأقرأ الفاتحة ظلك أقرأ الفاتحة لما تختم القرآن. قلت له يا أحباب الله المهم القرآن ما ينهجر. سورة مريم 59 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يكون غير. أحباب الله عصرنا إحنا قبل ما تصير الحرب العالمية الأولى الإسلام كان لسه في خير. كان الناس يروح على المساجد وصلي الصلاة الخمس والنساء محجبة قليل جدا. نشوف إيش النساء حتى النصارى واليهود كانوا يغطوا وجوههم. لما دخلت أوروبا بالحرب العالمية الأولى وهجمت علينا كالقصعة على الأكل على القصعة وفرقونا وسوونا دويلات وحطوا الطائفية بين الناس وزرعوا بذور الفتنة وهسع اشتعلت بخططوا من 100 سنة 150 سنة صار الصلوات. يعني أنا وأنا ولد صغير ما كنت أعرف بكل الحارة يمكن اللي أنا عايش فيها كان أبوي وأخوي بس اللي بيصلوا الكبير والباقي أنا ما بعرف حدا بيصلي. كل أصحابي ولا واحد بيصلي فيهم. الحقيقة اللي أنا فيه المنطقة وإيش وإحنا نقول كيش إحنا في الأماكن اللي فيها مثلاً في أماكن ملتزمة أكثر من أماكن. إحنا ملتزمين بالعادات والتقاليد مش ملتزمين بالدين كلنا. أبوي الله يرحمه كان بيقدر يصلي وأخوي الكبير بيصلي وبعدين الحمد لله الصلاة تبعت في البيت كله. بس إيش الناس كلها ما بتعرف الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات صاروا يلبسوا من الجب وأبصر إيش والمكياج والعطور صارت زينة الحياة الدنيا زينة كل شيء زينة. صار الواحد يتزوج ما يتزوج على واحدة فطر بذات الدين ترى بتدخل فطر بذات الجمال والشهوه. مرتي احلى مرته صارت باها الواحد عشان هيك اتبعوا الشهوات فسوف يكون غياء. واللي بيصلوا ما كان تصور يا ناس في ناس بصوموا رمضان ما بيصلوش وفي ناس بيصلوا وصلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر بيحكوا الزور وبيصلوا وبنهبوا واسطات وربا وفواحش. شو فائدة صلاتك؟ الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صلاتك ما تنهاك عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لك.
وين نصلي؟ عندنا العصا تمساهون. كنت رايح باب الله. كل الأمراض صارت بعصرنا إحنا القرن العشرين اللي هو قرن الشيطان اللي توصل هسا إنه حكم الأرض أكثريتها في شلة أفراد أو مجموعات بسيطة. هذا الدجال عمي، الدجال خارج من زمن لما شافوا تميم الداري في الجزيرة بخصوص هذا إيش الفاتيكان والبريطانيا اللي حكمت الأرض مملكة الدولة اللي سلطانها لا تغيب عنه الشمس. بعدها نزلت قوة بريطانيا أجت أمريكا بدلها. الأسماء تتغير والدول تتغير بس النظام واحد. كانت نظام ملكي على زمن بريطانيا لما راحت على أمريكا صار نظام جمهوري، نظام جمهوري. والرئيس الجمهورية كل 4 سنوات بتغير، ممكن يقعد 8 سنوات بتغير. بس مش الرئيس، الرئيس هو رمز، رمز القوة ورمز الدجل. بس بروح، بس النظام اللي باقي ما هي راح. لما كان جورج بوش الأب حكوا وفجر في العراق، لما اجى كلينتون حكوها أحسن وأشهر، طلع أوسخ من جورج بوش الأب. ولما اجى جورج بوش الأب طلع أوسخ منهم كلهم. جاء أوباما مسلم وأبصر أسود وكذا، وسخ أكثر من وجد أكثر من ما جو مرة. ولو جت مرة هاي كلينتون، هاي كلينتون ولا هذا المتجبر اللي يقول لك ما فيش مسلمين في أمريكا، كلهم وسخ من بعض. لأن النظام هو النظام اللي مشيه، مش هم اللي مشي النظام. مشان تصير أنت رئيس لأمريكا بدك تتنازل عن مليون شغلي، عشان هيك اتبعوا الشهوات وضعوا الصلوات. سورة النحل 63 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. نفس الشيء في أمتنا إحنا، زين الشيطان لهم أعمالهم، صار الربا فائدة، الأعمال قوم لوط والزنا والفاحشة فن، الراقصة الفنانة الكبيرة، النجم الكذا، الكوكب الفلاني. تريح باب الله، أله العالم وزين لهم أعمالهم. صار الواحد ما في حياة، ممثلين بلا مع واحدة يلبس قميص نوم بطل بوسع وكذا، شو هذا فن يا أخي؟ سبحان الله، أنتوا قاعدين بتشيعوا الفاحشة من الذين آمنوا، وأنا بشركم بعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة إذا ما بتوبوا. تسمع الأغاني، البنات الصبايا صاروا يتمنوا ناسي عجرم ولا مليسة ريسة ولا مش عارف يسموها، وهذا يتمنى يكون زي مايكل جاكسون مش عارف زي عمرو دياب، اشي مخزي. صار يطلب الحياة الدنيا لأنه ايش؟ زي قارون لما شافوا الذهب معاه صار يقول يا ريت معانا زي ما مع قارون. صار الناس يتمنوا العلو في الحياة الدنيا، عشان ايه؟ راح يخسروا الآخرة. علينا تقوى الله والرجوع للدين. ما فيها استطيع، ما بنقول فات الأوان، لسه الأوان مفتوح للرجوع لرب العالمين. عشان هيك الشيطان زين الأعمال، زين سعب. تشوف أنت الأعمال التجميلية بسموها تجميلية، وهي تشويه في خلق الله وتغيير في خلق الله وتبديل. بتشوف الواحدة من كثر الأوبر اللي بتشد اللحم بصير زي كيف هاي اللعب الفخارية البورسلان، تحط اصبعك على الجلد ما فيش جلد، منفوخ نفخ، العيون بيختفوا، الشفايف بصير خبنها، الشفه القدي كلهم موضع الشفه القدي، الصدر المليان. والله حتى عمليات الجهه الخلفيه للمراه ما ظلش حياه، حتى الحاجه زالوا وحطوا تاتو. العيون مليون عدسة لاصقة، الأنف خلقة رب العالمين ما فيش فيه إشي، مش طويل ولا كبير يقول فيه خطأ، لا بتزخروا. الأسنان بتزبطوا زي ما بدها، استغفر الله، مش عاجبك خلقة الله؟ هاي
زين لهم الشيطان عملهم. هسه بدي اجيب لكم اكبر شغله للمسيح الدجال. احباب الله سواها في قرن الشيطان اللي هي سوره البقره 102. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخر من قرار ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. السعدون بقول لك هاي بعد عهد سيدنا سليمان. لا حبيبي، ليش ما تقول سليمان مع الشياطين؟ لانه الله اعطى سيدنا سليمان قوه وقدره وسيطره باذنه على الشياطين وعلى الجن. بس ما كفر سيدنا سليمان، بس الشياطين كفروا. ليش؟ بيعلموا الناس السحر. شو معنى السحر؟ الدجل، الخداع البصري، كما حدث مع أعظم سحرة الله خلقهم وذكرهم في كتابه الحكيم بزمن سيدنا موسى. شو اللي سووا؟ جابوا حبال وعصي ورموهم وخلوا الناس يتوهموا إنهم إيش حياة تسعى. هم عارفين، زي هذا الموجود، هذا بعض السحرة هسا بزين لك عمارة بقول لك هاي عمارة راحت العمارة أخفى عن بصرك. دجل. هل العمارة اختفت؟ لا. بس هون بعلمهم السحر. كيف السحر؟ مش واحد يقول لك والله كأني مسحور، واحد بيحب واحد يقول لك أنا مسحور من جمالها، سحرتني بجمالها. يعني كأنه في قوة خفية بتحركك تسوي شغلات أو أعمال، بس هذا ضعف، ضعف إيمان عقائدي. عشان يا أحباب الله، شو السبب؟ إمتى ظهر الطلاق وفرقوا بين المرء وزوجه؟ إمتى؟ بالعصور الماضية؟ قبل الحرب العالمية الأولى؟ أو بالخمسينات؟ لا، الطلاق تم بين من السبعينات وطالع، وكل 10 سنوات بيجي بزيد نسبة الطلاق. ليش؟ لأنه طلعوا بفتنة حقوق المرأة. المرأة مظلومة، المرأة كذا، ما بصير 3 سنين لبس هذا. المرأة لها حقوق، لازم كذا وكذا، كأنه احنا ناخذ حقوق المرأة. مع انه المرأة مين هي؟ أمي. اللي ايش؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. أمي وصل الإنسان بولده، حملت أمه وهنا على وهن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حق الناس بصحبتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. الجنة تحت أقدام الأمهات. ما حدا بقدس الأم وبقدرها ضد المسلمين. بنتي، قديش بناتنا احنا بندللهم كمؤمنين، قديش سيدنا محمد كان يدلل بناته. أختي بنغار عليهم احنا، مش أختي ومن أمي وأبوي بس، أي أخت مسلمة هاي أختي، أي امرأة كبيرة أمي، أي طفل صغير هاي بنتي. ما حدا بيحافظ على النساء قد المسلمين. هسه صارت الفوضى لان صار المرأة تطالب بالحقوق، حق المرأة حق المرأة. لما صار الزلم يقول لك شو، ما ضلش لي حق انا. كثرة الطلاق، اعمل هيك انا انت مش حقك علي اطيعك. وطلعوا لك علماء الشياطين ومنهم مين؟ عدنان ابراهيم حكى: حق لا تعرف النساء ويكرهوا معرفة الرجال. المرأة ليس للرجل عليها حق ولا على أولادها، إلا أولادها ما لهم عليها حق تخدمهم وتكون في واجباتهم. وهي الرابط موجود بتنزلوا على أبي الكويا بإذن الله. إذا علماء بعملوا عالم علماء الإسلام بقول لك هالحكي هذا. كلمة تضربوهن سووا عليها قصة. ضرب ما بصير أبصر إيش وإهانة موجود بالقرآن، قرآن واضح. هذا الدجال. صاروا الناس يحبوا يا أخي الدين مين وضعه؟ أنا، أنت، فلان، علان.
سيدنا محمد الملائكة قانون سن رب العالمين وحط فيه أوامر لازم تسويها ونواهي لازم ينتهي عنها. ما إن الخيرة نقول أنا رضيت في هاي وما رضيتش في هاي. لا المسلم ترضى في كل كتاب الله. آية تقول لك فاضربوهن ما بحق لك تقول ما بحق لك تضربها. الضرب في كيفية الضرب هاي قصة ثانية. سألنا بحكي بطل يعجبهم القرآن. صار يتطور على القرآن وعلى الأحاديث وعلى العلماء وعلى الصحابة والتابعين وأكابر العلماء. كل واحد يقول الحق. الأكثرية تهاجموا لأنه أن أكثر الناس لا يعلمون. أنت تطلع أكثر من الأرض يضلوك. أنت تبعون للظن. ما يهمك الكثرة. قديش واحد بحبك. همك أنك تكون على حق. هذا عدنان إبراهيم وأشكاله وأشكال غيره بده يرضي النساء بده يرضي العلمانيين بده يسوي دين الجميع يرضى فيه. أنت أفهم من رب العالمين؟ هو اللي خلقنا هو أعرف في أنفسنا. الموسيقى حرمتوا على الموسيقى؟ إنسان مش جاي تشتغل بالموسيقى أنا مش فاضل على الموسيقى الحلاوة الحرام بس أنا فاضل على بصير من سفك الدماء نلاقي حلول لها المشاكل هاي. نغير صوت المسلمين والإسلام للعالم مشان يعرفوا الإسلام الحقيقي اللي الدجال طمسه حط عليه مليون طبعة وأخفاه بطل الناس يعرف شو الإسلام. قول لأي واحد غربي أو مش مسلم شو الإسلام يقول إرهاب قتل قطع روس تفجيرات انتحاريين هذا الإسلام عنده. ظلم للمرأة بحطوها في خيمة بربطوها كذا. أنا لما الناس يحكوا معاي أنا قاعد في الغربي بيحكوا معاي ليش النساء بلبسوا هيك؟ ليش بتخلوا النساء يستروا العورة ويتحجبوا؟ قلت لهم سبحان الله مين أفضل مرأة الله خلقها على وجه الأرض عندكم يا النصارى؟ مريم عليه السلام. قلت لهم بدل مريم كيف بتحطوها أنتم عندكم في التماثيل؟ وفي الصور تعرف شو بصيرهم بندهشوا لأنه نسائنا بلبسوا زي مريم عليه السلام فمقدروش يحكوا معاك مطلوب ترجابوا. لما تقولهم أنا أمي أنا كلمتها عندي طاعة اللي بطيع أمه وأبوه كانوا طاعة رب العالمين بتغيروا يشوف المسلم بالأخلاق. الناس تغير الفكرة عنهم. إحنا فكرتنا مشوهة شوهوها أعداء الله وشوهوها المسلمين اللي بدوا عنهم مسلمين بس هم إيش والعياذ بالله ما إلهم بالإسلام شيء بس انفجر واقتل واسلك وقطع. أساءوا للدين هم قالوا بدهم إيش يرفعوا راية الله هم قاعدين بحكموا بالإسلام. هذا الدجال زمن الدجال الحق كل الناس بيشوفوه باطل والباطل أكثر العالم بيشوفوه الحق. واحد بس حل كلمتين لا في عشان إنه المرأة كيف المرأة إذا المرأة ما بدها إلا حق تطبخ ولا تغسل ولا تنظف ولا تجلي ولا تساعد جوزها في البيت وطعن أولادها شو بتسوي؟ ليش تجوز الإنسان؟ هاجموا كل العالم فيش حدا نصر إلا أنا. أنا ما نصرته أنا نصرت الحق. قلت له آية موجودة في القرآن الكريم ننكرها إلها معاني وتبيان من زمن الناس يفكروها مسك المرأة وهي عبد مستعبد. لا المرأة لها حقوق حقوق عظيمة لأن المرأة هي بس مين بتقول أمي أختي ولا بنتي زي ما بحب أنا بناتي وخواتي وأمي. الناس يأخذوا حقوقهم من الناس برضو سواء بنات الناس وأمهاتهم وخواتهم لازم يأخذوا الحقوق لنفسها اللي أنا بحبها لأختي وأمي وبنتي لا يؤمن أحدكم حتى يحبوا لأخي ما يحبوا لنفسه. فالطلاق أحباب الله أنت صار هسه أعلى نسبة طلاق موجودة في العالم في كل البلاد العربية والإسلامية وبلاد الغرب. البلاد الغرب إيه أمسحها فلسطينية زي ما بيقولوها 99% منهم مش متجوزين غير فرند بوي فرندز. قلت عليه أحباب الله
الطلاق هسه هون بفرقه بين المرأة وزوجها. لا تطيع جوزك. إذا الزلم مثلا بده يدفع مصاري لأمه وأهله أولادك أبدأ ما بيع تمنع الإنسان يسوى عمل. بتخلي الزلمة بدهاش الزلمة يزور خواته أو أهله، بده إياها كلها حب التملك. كثير من الناس بتطلقوا، مش أنا بقول النساء كلهم عاطلين، بس برضه الرجال نفس الشغله، في رجال عاطلين كمان بيعاملوا نسائهم عاطل عشان ياخذ نسوان بيطلبوا الطلاق منه. بس كثرة الطلاق هاي هي حقوق المرأة، اللي كل شيء له حقوق للمسلمين ما له مش حقوق. حتى المرأة المسلمة عندهم ما لهاش حقوق، الطفل المسلم عندهم ما لهوش حقوق، الكلب عندهم والخنزير والحي لها حق، بس المسلم ما عنده ما له حق حتى الدفاع عن نفسه. عمي هذا الدجال، أنا بالنسبة لي أنزلت شريط وأقسمت بالله أن المسيح الدجال فتنة ظهرت إلى 40 يوم، وأنه راح يظل موجود وما بكسر النظام المسيح الدجال أبدا، إلا لو كل المسلمين حكوا دينكم قطع ما بردوا علينا، بس شايفين أعداء. ولو اليهود حكوا لهم بيأمنوش، بس لما ينزل عيسى بن مريم ذات نفسه عليه السلام ويشوفوا بعيونهم إجا ربنا نزل للعودة الثانية، ويجي يقول أنا لست ربكم إنما عبد الله كنت نبيا رسولا، هنا بذوب المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء، تنتهي النصرانية واليهودية. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.